هنعمل اول حاجه كراب لطيف جدا جدا جدا، واحنا طبعا عارفين الكراب بيبقى حلو وحادق، فاحنا هنعمل النهارده كراب حادق لطيف معمول بالجبنه الجريير والتركي المدخن. الكراب احنا طبعا عارفين مقاديره، بيض ودقيق ولبن، البشاميل ده كمان برضو حاجه مهمه، فمش هعيد بقى نفسي افضل اعمل بشاميل وكراب، لان احنا كل معظم حلقاتنا في سفره عباره عن كراب وبشاميل، فشوفوا اكتر وصفه بتحبوها واعملوها. احنا منزل لكم المقادير بالظبط، كله بيتضرب مع كله وبيبقى كريب، وشويه شويه على النار ونقلبها وخلاص، عملناها قبل كده كذا مره. بالنسبه للبشاميل بنزيح الزبده معاها الدقيق، يبتدي بابل شويه، ننزل باللبن الدافي شويه شويه، شويه ملح وفلفل ابيض وجوز الطيب، المعلقه بس من ورا نعملها كده، ما قربوش لبعض نعرف انه استوى. هنجيب البتاع بتاعت الصينيه بتاعت التشيز كيك صغيره على قد الكريبات بتاعتنا، وده البشاميل اللي احنا عاملينه، ولازم تحطوا عليه زي ما شفتوا الجلين فيلم او البلاستيك عليه بالظبط عشان ما يعملناش القشره اللي احنا مش بنحبها دي. حلو الكلام. وعايزه شويه بقسماط. ليه عايزه بقسماط؟ علشان هحطه من تحت. نجيب اول كريبايه كده، هنحط شوية بشاميل على أول كريباية. بصوا هو بشاميل، هنفضل بقى احفظوها بشاميل وجبنة ومش عايزاكم تطلعوا للأطراف قوي، هي لما كل الحاجات هتسخن مع بعض الدنيا هتتلم. حتة جبنة أنا مستعملة جبنة جريير، أي جبنة سلايسز عندكم استعملوها بتبقى لطيفة جدا، مع حتة الايه المدخن ده هو. وتاني هنفضل بقى نلعب اللعبة دي، واخر واحدة تبقى جرويرية عشان لما تسيح تمسك كده في البتاعة، وهندخلها الفرن بالمنظر ده وهنطلع نشوف شكلها عامل ازاي. فرن على 180، احنا كل اللي عايزينه ان الجبنة تسيح وكله يلزق في بعضه. واو دي خلصت كده، وبعدين هندلعها تاني.